أخصص هذه المحاضرة لأعمال البنوك، وهذه هي آخر محاضرة في الموسم الدراسي، أي في الفصل الدراسي الثاني. طبعاً أنتوا عارفين زي ما خدت في الاقتصاد، البنوك هي التي تحتفظ بالنقود وهي التي تصرف النقود، وطبعاً العملية دي لم تأتي في يوم وليلة، وإنما أخذت إجراءات ومدة طويلة جدا، لأن النقود زي ما أنتم عارفين ما كانتش اكتسبت شكل النقود الورقية الآن. النقود مرت بنقود حجر وبرونزية وكانت ثقيلة في الجيل، يعني بيقيسوا بيها القيمة بتاعة البضائع أو بتاعة السلع. النقود الآن تتميز بالقبول العام المباشر، وبالتالي القبول العام المباشر بمعنى ان احنا عندما نريد شراء اي سلعة او اي بضاعة معينة ندفع فيها النقود، ولا يستطيع احد لان دي عملية جنحة ان يرفض النقود. النقود تتميز بالقبول العام المباشر، يعني نبدلها نشتري بيها كل مستلزماتنا وكل الضروريات. هذه النقود كان لابد أن يكون هناك بدل من الأفراد يحتفظوا بها في منازلهم ومعرضة للضياع ومعرضة للتلف، بالتالي كانت نشأت هيئات في إيطاليا بالبندقية أو بيوت معينة هي تحتفظ بالنقود، يقبل عليها الأفراد يعطوها النقود لكي تحتفظ لهم بها، وإذا هلكت هذه النقود فالهلاك يكون على حساب الهلاك يتحمل تبعاته الذي احتفظ بالنقود، ولكن كان يقدمها عند الطلب. من هنا نشأت فكرة البنوك، أول ما نشأت في إيطاليا في البندقية. البنوك دخلت مصر مش بالمعنى المفهوم الآن، سنة 1848 كان هناك رجل أرمني اقترح ان هو ياخد النقود اللي موجودة في بيت المال او الاموال اللي موجودة في بيت المال ويستثمرها ويدي فوائد عليها، ولكن التجربة فشلت ونشأت البنوك سنة 1920 في مصر، وكان بنك مصر أسسه طلعت حرب، ثم بعد ذلك البنك الأهلي وكان بنك البنوك. ماذا تفعل البنوك هذه؟ البنوك في بنك مركزي وهذا بيشرف على كل البنوك ويضمن للمودعين أو يضمن للتجار كل المودعات اللي أودعوها في البنك سواء كان ذهب أو مش ذهب أو نقود، ولكن البنوك هي بنوك تجارية. البنك التجاري يقوم بعمل أشياء كثيرة جدا. البنك التجاري يقوم يخلق الائتمان، بمعنى أنه يحتفظ بالودائع، يقرض أموال، يتاجر في العملة الأجنبية، يقرض التجار بفوائد معينة، يجمع أو يحصل الشيكات أو الكمبيالات للعملاء بتوعه من جهات من الجهات التانية سواء تجار أو غير تجار. فالبنك التجاري يقوم بأعمال كثيرة جدا، وبالذات يعني وبيقدم خدمات بالذات في القروض. قرض أقل من سنة بياخد عليه فائدة معينة، قرض يقدم قرض عادة فائدة بتكون كبيرة لأنه قرض أقل من سنة أو بتكون متوسطة، ولكن القروض طويلة الأجل اللي بياخدوها اللي بتزيد عن 5 سنين دي بياخد عليها فوائد أكتر من القروض قصيرة الأجل. فالبنك بيقدم أموال قرض ياخد عليه فوائد، إلى جانب أنه هو يقوم بعمل ودائع. الوديعة عقد الوديعة يقوم الأفراد الذين لديهم نقود بإيداع
النقود في البنك. والبنك بمجرد انك انت عطيته البنك النقود، هذه النقود لم تصبح لك واصبحت انت فاقد السيطرة عليها، وانما البنك تعتبر نقود اصلية للبنك وأصيلة، هو المالك الأصلي يستخدمها كيفما شاء. انت ايه كل الضمانة؟ الضمانة انك انت اذا طلبتها يردها لك، يرد لك قيمتها، اذا وضعتها عنده تاخد عليها فايدة معينة على حسب الاتفاق معه، فوائد لما تاخد فايدة بسيطة تاخد فايدة قليلة على حسب الفلوس او على حسب النقود التي تودعها في البنك. إذا عملية الودائع هذا عقد وديعة، احنا نسميه عقد وديعة، وانتوا عارفين الأركان العامة للعقد موجودة هنا. الأركان العامة للعقد، أركان العامة للعقد ان هي بيكون في رضا من الشخص الذي أودع ومن البنك الذي قبل، ويكونوا موافقين انه البنك يكون موافق ان هو يحتفظ بهذه الوديعة و يقوم بتوظيفها كيفما كان، ويأخذ المودع يأخذ عليها فائدة معينة على حسب الاتفاق. وطبعا الشروط العامة فيها السبب والمحل، انك انت يعني البنك لا يستطيع ان يأخذ هذه النقود ليستعملها في اغراض مخالفة للآداب العامة والنظام العام. وفي الرضائية ان البنك يعني يصارحك بكل الشروط عشان يقبل الوديعة. لا تفاجأ انت بها، لا تفاجأ ان هناك شروط اخرى لم يقلها لك البنك. اذا فوجئت بشروط اخرى لم يقلها لك البنك، هنا يعتبر في نوع من التدليس او الغش، وبالتالي يعتبر العقد باطل، باطل بطلان جوازي لحد ما نصلح هذا العوار. صلح هذا العوار ويعتبر العقد عقد الوديعة ساري. يبقى دي الأركان العامة. الأركان الخاصة إن عقد الوديعة لابد أن يكون نقود، لابد أن يكون نقود. اللي أنا قلت لك عليها تتمتع بالقبول العام المباشر. لا يمكن عقد وديعة منازل أو عقار أو سيارات، لا، عقد الوديعة لابد أن يكون نقود. وهو ممكن تتفق مع البنك على مدة معينة تأخذ فيها فايدة معينة، وبالتالي البنك يأخذ هذه النقود، يعتبر هو المالك الأصلي ويستخدمها في أغراض شتى. أنت ليس لك رقابة على البنك في استخدام هذه الأموال. هذه الأموال بمجرد أنك أنت وضعتها في البنك أنت فقدت السيطرة عليها، وأصبح البنك هو المالك الأصلي يستخدمها كيفما شاء، بشرط أن لا يكون هذا الاستخدام في أغراض مخالفة للنظام العام والأداب. لكن أنت بتفق معاك على أساس أنه بيدي لك فايدة معينة، ممكن الفايدة دي تاخدها كل سنة، كل 3 سنين وهكذا. ولكن إذا أنت زي ما بيقولوا في الدارج كسرت هذه الوديعة وطلبت أن يرد لك هذه الوديعة قيمتها، يعني المهم يرد لك قيمتها على طول. لكن إذا كنت خدت فوائد ممكن يخصم هذه الفوائد أو يخصم جزء منها، لأنك أنت إذا كنت متفق معاه على 3 سنين، فإذا قصرت الوديعة قبل 3 سنين فهو يخصم جزء منها. ولكن إذا استمر 3 سنين وخدت فوائد عليها فأصبحت ملك لك. هذا عقد الوديعة اللي هو موجود حاليا كثير جدا في البنوك، شغلها الشاغل دلوقتي أن تقبل ودائع وتوظفها كيفما شاءت، تقرضها لجهات خارجية أو تقرضها لجهات داخلية أو توظفها في العقار، توظفها في غرض من الأغراض، وأنت ليس لك عليها إيه؟ ليس لك سيطرة عليها. هذا العقد اسمه عقد الوديعة. في عقود تاني اللي هي بسيطة، اللي هي انك انت تفتح حساب جاري، فتح الحساب الجاري في البنك. تفتح حساب جاري في البنك انك انت البنك يفتح لك حساب باسمك لكي تضع فيه الاموال، او اموال تحول اليك
يعني إذا كنت أنت موظف، الراتب الشهري يجي لك على حسابك الجاري. الحساب الجاري بمعنى إنك أنت إيه تغذيه وتسحب منه، يعني في حركة كرنت، في حركة إنك أنت في تحط فلوس ممكن تسحب هذه الفلوس في أي وقت، ده اسمه حساب جاري. البنك طبعا بياخد فايدة، أو أقصد بياخد عمولة، تسميه عمولة، لأن دي من ضمن وظائفه إنه يفتح حسابات جارية وياخد عمولة على الخدمة، هذه الخدمة اللي بيقدمها لك. وعلى كل في الحساب الجاري كل 6 أشهر البنك بيقف ويقول لك ايه رصيدك كام، انت دائن ولا مدين. طبعا بالنسبة للتجار لانهم بياخدوا من البنك يعني بياخدوا قروض معينة، فطبعا لازم ممكن يكون مدين وممكن يكون دائن، ولكن انت اذا كنت موظف وفتح حساب جاري انت ما بتاخدش قروض من البنك، فبيعمل لك كل 6 أشهر ان رصيدك اصبح كذا من المدفوعات اللي بتحول لك من جهة عملك، رصيدك اصبح كذا، انت سحبت كذا منه، فاضل كذا. ده بالنسبة ايه بالنسبة للموظفين عادة، او بالنسبة للعاملين اللي بياخدوا راتب شهري ومحولوا البنك على حساب جاري. انت التي تغذي هذا الحساب وانت التي تسحب من هذا الحساب، غير الحسابات الجارية التجار. التجار لانه ممكن ياخد من البنك، ياخد من البنك، بنك يقرضه فبياخد منه، فممكن يكون مدين للبنك وممكن يكون دائن هو للبنك. هذه الحسابات الجارية البسيطة. البنك بيحصل كمان ليه وظيفة تانية، بيحصل استحقاقاتك لدى الغير. لدى الغير يعني انت دائن لبنك معين او دائن لشركة معينة، ممكن يحصل لك هذا الدين، يتدخل البنك باسمك ويحصل لك هذا الدين، يحصله من بنك اخر او يحصله من الشركة حيث انت مدين ليها. في نفس الوقت انت اذا كنت مدين لشركة معينة او لاشخاص معينين، ممكن هؤلاء الاشخاص او هذه الشركة تتقدم طريق إجراءات معانا للبنك الذي أودعت فيه أموالك وتحجز على المبلغ اللي أنت مدين ليهم به. بمعنى أنك أنت إذا كنت مدين لشركة معينة أو مدين لبنك معين وهم عارفين أنك أنت عندك فلوس في هذا البنك، يتقدموا بحجز ممتلكاتك او نقودك اللي موجوده في البنك اللي انت وضع فيه الاموال. بس هم بيحجزوا على ايه؟ بيحجزوا على الجزء اللي انت استلفته منهم او مدين به لا اكثر ولا اقل. اذا البنوك ظاهره في حياتنا، ظاهره لا نستطيع الاستغناء عنها، تقوم بعمل النقود وخلق الائتمان، وتقوم بحفظ النقود، وتقوم بتوظيف النقود في مقابل فوائد معينة أو مقابل عمولة معينة. وأنك أنت إذا أودعت عندها مبلغ من المال في شكل وديعة تدي لك شهادة عليه، وهذه الشهادة مبين فيها الفائدة اللي أنت بتاخدها، ومبين فيها كم سنة هذه الوديعة هتفضل، 3 سنين أو 2 سنين أو 1 سنة. هذا نشاط البنوك. هذه البنوك نحن يعني نطلق عليها بنوك تجارية. هذه البنوك التجارية تعمل في كل شيء. هذه طبعا إن شاء الله الأسئلة تكون سهلة، هتكون على وأنتوا عارفين طبعا نشاط البنوك اللي موجودة أساسا، وفي العصر الأخير يعني في الأيام الأخيرة من 1 أو 2 سنين أصبحت كل النقود موجودة في البنوك، بحيث انك انت لا تستطيع تحصيل نقود من خارج البنك. كل المعاملات تجري عن طريق البنوك الان او عن طريق الصرف الالي اللي بيسموه الـ ATM.
وبكده احنا بنكون ان شاء الله يعني انتهينا من محاضرات القانون التجاري، وزملائي ربما تكلموا عن الكمبيالة. انا كنت مستعد اديكم الكمبيالة، هم قالوا لي ان احنا غطينا الكمبيالة، والكمبيالة دي ورقة من الاوراق التجارية اللي هي بنسوي بيها المعاملات المالية او المعاملات التجارية من بضائع ونقود. وبكده بيكون طبعا اتكلمنا عن الشركات، تكلمنا عن العقود، عقد التكنولوجيا، تكلمنا عن عقود التقسيط، هذه العقود التجارية، والآخر تكلمنا عن عقد الوديعة والحسابات الجارية. هو هذا هو المقرر، وإن شاء الله كل أسئلة ستأتي من هذا المقرر اللي أنتوا استمعتوا إليه دلوقتي عن طريق الأونلاين.